ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. وطبعا كلنا عارفين ان سبب اساسي للسعاده هي الشوكليت، ومحبين الشوكولاته يعني في كل مكان وفي كل حته، واحنا طبعا من الناس اللي هي بتبقى كمان في اي وقت عايزين نفرح بنحب ندخل دايما في مناسباتنا الشوكولاته. وبما اننا في عيش سعيد فلازم يكون معانا منورنا النهارده واحده من اهم شيفات صانعي الشوكولاته، ومش بس هي شاف عاديه، لا هي دارسه وبتدرس ومعاها ماجستير في الشوكولاته وفنون الشوكولاته. منورانا النهارده في عيش سعيد الاستاذه ميرفت الدسوقي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. بصي احنا يعني مش مستنيين الوقت اللي هتقولي لنا فيه يلا هجوم شوكولاته. احنا من قبل اصلا يا جماعه ما الكاميرا تدور واحنا كل شويه مني بص لبعض، او امتى بقى ها كل واحد مكسوف يمد ايده. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، هي يمكن دي حاجه الناس مش هتحسها، انا شم ريحتها، يعني هي ريحتها من فظيعه، واظن يعني العين والحس الشم بتاكل الواحد اكتر قبل ما ياكل. مظبوط. فهي ريحتها خطيره. لا مش احنا كمان الـ زي ما بتقولي كده العين والشم، لا العين انت كمان مهتمه بالتفاصيل، انا شايفه مجسمات لا شبه واقعيه، يعني حاجه كده تحسي عارفه ان النحاتين الفنان اللي بينحت هي شبهها قوي. صحيح. احنا عندنا شيف الشوكولاته بنقول عليه ارتزان شوكولاتيه، يعني فنان الشوكولاته، فهي طبعا فهي من المهن اللي هي لازم يبقى اوريدي عندك الباشن عشان تقدري تشتغلي بالذات الشوكليت. طب انا هرجع مع حضرتك في الاول خالص. اوكي. اشمعنى الشوكليت اللي حضرتك خدت قرار انا نفسي اطلع شيف شوكليت؟ اقول لك. انا الباك جراوند يعني انا متخرجه من اكاديميه الفنون. اوكي. فهو الباك جراوند بتاعي هي حاجه فيري ارتستيك، فكان اما يعني خلاص سبت بقى الاكاديميه وسافرت بره كان لازم الاقي الترنت بديل برضو في الارتستيك تاتش. يعني بحيث بانك تعملك، لان اللي بيتعود على حقيقي ان حياته تبقى مرتبطه بالفن هو مش هيجي له اي اكتفاء او رضا ساتسفاكشن كده غير اما يعمل اي حاجه تاني ليها علاقه بالفن. صح. فدي كانت اكتر حاجه ففعلا حبيتها. مع ان حضرتك مش بتحبي الحاجات المسكره قوي. بالظبط. فبرضو ان حضرتك تختاري حاجه وانت اصلا مش بتحبي طعمها قوي او مالكيش في السكريات، ده برضو يخلينا نسال طب برضو اشمعنى شوكليت؟ هقول لك على فكره ده كان من اكبر التحديات وانا بختار المهنه دي. ان انا قلت ايه، طب انا مش بحب الحلويات ولا الشوكليت ولا بتاع، ازاي هجدها؟ لكن اللي شدني ليها الاشكال والتحسي التفاصيل. حسيت انها فيها روح، لازم يبقى عندك ناحيه فنيه كده او حاسه فنيه أو عشان تقدري تعملي. أيوة. طب حضرتك درستي الشوكليت، يعني انت مش بس كده انا حاسه ان انا بعرف اعملها ولا زي شيفات كتير اصلا مش دارسين شايفينها ان هي سنس، لا انت درستي الشوكليت ومش بس في بلد واحده، انت درستيها في ثلاث بلاد. صح. انجلترا، كندا، بلجيكا. صح. فانت ايه الفرق اولا ما بين ان انا ادرس في واحده من كل البلاد دي؟ يعني قولي لي انا درست في بلجيكا كذا، درست في انجلترا كذا، درست في كندا كذا، وكمان يعني ليه ندرسها يعني برضه للناس اللي مش عارفه. حلو. حلو قوي. احنا الشوكولاته يعني احنا او اي بي سي للشوكولاته نقول ايه، تشوكليت از ا ساينس. الشوكولاته هي اوريدي اصلا ماده علميه كلها، تحسي انها كيمس يعني انت وانت بتشتغلي انت واقفه في معمل مش في مطبخ. أوكي. ليه؟ لان كلها درجات حراره وكلها تركيبات وكلها تفاصيل. فدي كان لازم بان يعني انا من الدقيقه اللي انا قلت انا حابه ان انا ابقى شوكولاتير قلت انا لازم ادرس. في نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نعرف بان اساس اي نجاح لاي صناعة لاي شيء هو العلم. طبعا عشان الناس بتطلع مظبوطة في كل حق بيقرب عليكي، ده اقصر طريق للنجاح انك العلم. وبانك تبقي متميزة يعني تشتغلي حاجة تبقي عارفة الان والاوت بتاعتها. صح. فده تخصص. بالظبط. بالظبط. يعني فما جيت ادرس دورت على الاكاديميات الكبيره اللي تقدر تديني العلم اللي انا عايزه.
حلو. فما كان في كندا، كندا كانت جميلة جدا لأن فيها كمية كورسز كانت كتيرة قوي. فدي خدت مني 6 شهور. يعني حضرتك رحتي كندا كانت البداية كندا؟ البداية إن أنا بدرس من كندا، فدي بتبقى كمان كانوا التفاصيل مخصوص علشان الدراسة في كل البلاد كنت بسافر لهم طبعا. في التفاصيل اللي بتسألوا عليها إيه الفرق ما بين دي ودي؟ صح، كندا كانت جميلة جدا في دراستها إن هي تحس إنها فلو، يعني يلا ادرس 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 ادرس، سلسة ولذيذة ولذيذة بس كانت نسبة النظري فيها أعلى، كان العملي فيها قليل. اوكي، فكان لازم اروح بلجيكا اعمل ماستر. وانا عارفه ان بلجيكا يعني هي بلد الشوكليت، الشوكولاته البلجيكي دي يعني خبر الواحد سافر لها. انا بصراحه كنت حاسه ان انا ماشيه فوق القمر مش في بلجيكا. انا اصلا يعني قبل كده كنت في بلد وسافرت بلجيكا مخصوص بالقطر، كان حاجه ساعه وكده عشان اكل شوكليت وامشي، هي باشن يعني. وما بين البوتيك والبوتيك بوتيك للشوكليت، وكان في حاجه عجبتني جدا دي على فكرة في أوروبا كلها، إيه هي؟ يعني إحنا نقول هنا في مصر أنا عندي مصنع شوكولاتة، حلو المصنع حاجة جميلة، لكن هناك هم قوموا الصناعة بإن أنت ممكن من مكان صغير جدا شوكولاتة تنتجي تنتجي وتقفي في الشوب وبتبيعي، فده اللي خلى فيه روح للشوكولات بره في طبعا اكيد. طيب هنكمل بقى بقيه البلاد، باقي انجلترا. يعني احنا خلصنا كندا، عرفنا كندا، بلجيكا بقى كان فيها العملي اكتر والشوكولات بقى وكل الشفات العالميين، يعني اللي هو تحس انك ايه بقى خدتي غطس كده معاهم استمتعتي. انا في بحر الشوكولاته بالظبط بالظبط. رجعت بقى مصر، طب يعني اشتغلت شويه، رحت انجلترا درست الباستري الفرنش باستري، وبعد كده رحت تاني بلجيكا مرة تانية لان هي الشوكولاتة هي ما بتقفش يعني هي على طول في حاجات متطوره جديدات متطوره زي ما كل شغل فيه تطور ومجال بالزبط. هي على طول فيها ابديت بالظبط. طب استاذه ميرفت، احنا اتكلمنا على الدراسه في دراسه الشوكليت تحديدا في بلجيكا انجلترا وكندا، ازاي ما جبناش سيرة سويسرا مع ان دايما معروف الشوكولاتة السويسرية بالنكهة الشوكولاتة السويسرية؟ سويسرا دي يعني مفروض ان هي من اكتر اسماء البلاد اللي هي يعني معروف بيها الشوكولاتة بالشوكولاتة. هتلاقيها شوكولاتة يعني. بصوا هي سويسرا طبعا سويسرا يعني اكيد الشوكولاتة عندها تحفة، بس هي سويسرا وفرنسا والمانيا وبلجيكا يعني دول بالذات البلاد دي اوروبا واوروبا عموما هي متخصصة جدا في الشوكولاتة. لكن سويسرا كان اول اصل الشوكولاتة دي عشان توصلنا كده، هي مرت يعني بسنين عشرات السنين، كان اول ما ابتدت دي بقى من مئات السنين كانت في عند المايز والانكا اللي هم عند المكسيك واللاتين امريكا دي كويس، وكان اسمه مونتزوما واحد الملك بتاعهم بيشربها. انت الشوكولاته الخام هي حاجه مره جدا اسمع ان هي نبات اصلا يعني نبات طبعا بيقول لك الشوكولاته نبات طبعا. انا كده هيلثي انا ما عملتش حاجه خالص طبعا نبات وكانوا بيقولوا لك بيشرب مش عارفه 150 كوبايه في اليوم، حاجه اكيد خياليه كده. فلكن بتطورها بقى اما ابتدت تيجي بالذات اوروبا، وكانت من الاول البلاد كانت انجلترا، ابتدوا بقى يزودوا عليها حاجات وابتدوا يصنعوا مكن ليها مخصوص مخصوص. لكن العالم او المهندس اللي صنع المكنه اللي تدينا النعوميه دي بقى هو كان سويسري. عشان كده اتشهر، عشان كده يقول لك شوكولاته سويسري لانها كانت وقتيها احلى وانعم شوكليت المكان عندهم. بس بقى مع التطور وخلاص وعالميا وبتاع كله بقى حضرتك عامله ماسترز اصلا في الشوكليت، يعني هو فكره ان انا لو انا بقرا كده الحلقه ايه ده، هو شيف ميرفت عملت ماسترز زي علت علينا كلنا وان هو الموضوع مش مجرد يا جماعه شوكولاته بناكلها كده وخلاص، لا ده علم ودراسه طبعا. وكمان ماسترز فيعني ايه ماسترز في الشوكليت، يعني ايه اللي بيحصل؟ هقول لك. انا فاكره مره برضو كنت في انترفيو حد قال لي يعني كل الدراسات دي ياه عشان الشوكولاته، فالرد انت عندك كل بلجيكا فرنسا سويسرا
ألمانيا جزء من الاقتصاد بتاع البلد. أي مع الشوكولاتة طبعا. فهي صناعة زي أي صناعة في يعني فاهمة، زي ما حد يقول لك أنا عامل إيه دراسات في الميكانيكا، دراسات هي الشوكولاتة. بس هي الفكرة إن إحنا ما عندناش ثقافة إن قد كده الشوكولاتة ممكن تبقى علم كبير نعمل فيها دراسات وندرس ون كده يعني. أيوة. بس أستاذة ميرفت، أنت بعد ما درستي قررتي إن أنت تنقلي العلم بتاعك لناس تانية وعملتي زي أكاديمي إن أنت تدرسي فيها شوكولاتة. هل أولا ده أول سؤال، إزاي جات لك الفكرة إن أنت تعملي الأكاديمي دي إن أنت تدرسي الشوكولاتة؟ تاني سؤال في نفس الحتة، إن هو في إقبال، في ناس فعلا حابة إن هي تدرس الشوكولاتة وفن الشوكولاتة وعلم الشوكولاتة، شايفة في ناس عندها باشن إن هي تدرس العلم ده؟ طيب خلينا الاول في السنتر. او هو جات لك الفكره ازاي؟ هقول لك. اولا هو مش اكاديمي، لان اكاديمي دي حاجه كبيره قوي قوي. هو سنتر بس فول يعني مجهز تماما زي اي مكان بره زي ما درست بالظبط. الفكره جات لي اولا انا لما جيت مصر، جيت تقريبا من 11 او 12 سنه. على فكره انا لما جيت ما كانش فيه بونبون واحد ارتزان. يعني ايه في فرق بقى؟ يعني ايه ارتزان؟ اقول لك. الارتزان اللي هو الفل الحشوات احنا بنعملها كلها بمكونات فريش. اوكي. يعني نعرف ده ازاي؟ ان انت لما تروحي اي محل اي براند وتلاقيه حاطط لك الشوكليت على الرف، اعرف ان دي مش فريش. عشان هيبوظ كلها بالظبط. لو هي كلها بروسيسد ودهون وكده. لكن الارتزان اللي هو بيعمل لك الحاجه بتبقى فريش بالكريم فريش وبالفواكه. طبعا في فرق هنا وفي تحدي كبير جدا، ان اللي بيحط عرفه هو مستريح طبعًا. انا عمر المنتج عندي سنه انا مستريح. لكن بيجي على حساب الكاستمر بقى في الزبون يعني في ايه الطعم. هو كله حاجة واحدة، كله نفس الطعم. يعني لكن ده بقى بندلع بقى. لا تعالي مش كله بقى خدي نفس الطعم، في حاجات يعني قصدي البيس بتحس انه قايم على الدهون. هو عشان شبه بعض قايم على الدهون، مفيش اختلاف يعني. مش بتقومي القطمة تقولي ايه ده، في حاجة مختلفة بالظبط. انا متحكمة في نسبة سوائل مش هقدر. لكن هنا انا احلامك اوامر بقى. حطي، لان هنا بتتشال تلاجة وبنقول العمر المنتج هو بيبقى اسابيع. حضرتك قلتي لي عشان انا يا جماعه والله بحاول التزم بالدايت، فاول ما يعني استاذه ميرفت جت قلت لها انت جايه في اليوم الغلط، انا دلوقتي مش هينفع اكل. قالت لي على فكره هي مش بالدسامه طبعًا. ومش بالفظاعه اللي احنا بناكلها بره. ناكل بار الشوكولاته وكده مليون الف كالوري بقى. صح. واتصرف. صح. انت يعني انا افهم ان الشوكولات بتاعت حضرتك برضو يعني الواحد ياكل من غير ما يحس بالذنب؟ لا بصي هقول لك يا لينا، عشان ما يعني مش بتاعت حضرتي، هي دي شوكولاتة طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ يعني إيه؟ يعني مكونة من زبدة الكاكاو النبات. ما حطتلكيش اي دهون مهدرجة. أوكي. ده اللي بيفرق. فده لو اي حد يقولك دي شوكولاتة طبيعي، اعرفي ان هي بتبقى بكلها صحية. يعني لما تاخدي منها هي حتى السكر بتاعها السكر بيبقى قليل. اسفه يا سهى، هرد على بقيه السؤال. فاما انا نزلت ما كانش فيه ده. حتى انا كنت بقول ايه، هي الناس هتفهم اللي انا بعمله. كمان ما كانش فيه بونبون مكشوف، كان كله مغلف بالظبط. فاما جيت اخد عماله عشان بقى انا افتح المشروع بتاعي، ما فيش حد عارف. فكان لازم، حسيت بقى بالدروب دي. فقلت لا، هو لازم نعمل سنتر الناس تيجي تتعلم فيه. المفاجأة بقى الجميلة طبعا إقبال الشفات كان عالي جدا. والشفات ما شاء الله كلها خبرة بقى 18 و20 سنة وبتاع وكده. حتى كان اللي كان يجي يقول لي لا أنا شغال شوكولاتة، أقول له معلش هنحط الخبرة على الباب كده قبل ما تيجي وتعالى. وفعلا أما بيجي يقول أنا عرفت حاجات عمري ما كنت عارفها. لأن الفرق إن هو اتعلم بالتلقي وانت بتعلمي بالعلم. واحد اتنين تلاتة بنسب معينة، بنسب بدرجات حرارة، بفرق سما من أرض، فرق شاسع. بتديكي نتائج ايه؟ هي كل مرة نفس النتيجة الناجحة.
طب يعني الحمد لله. ازاي لكن اما انا بقى بنفسي بتباديل وتوافيه واحط كده على خدي، لا ده لا، غير اما امسك ترمومتر، غير اما ابقى حافظه درجات الحراره، حاجه غير علميه بحته. يعني حضرتك بتطبقي الحاجات اللي هي زي ما قال الكتاب، زي ما الكتاب زي ما الكتاب بيقول بالظبط. الجميل بقى كمان بان جالي اللي عايزين يعملوا براندات، معظمهم طبعا كانوا شباب، جم عملوا، وفي على فكره براندز كتيره دلوقتي. يعني انا الحمد لله حاسه بان بقى في طفره في صناعه البونبون والشوكليت من ساعه ما ابتدينا ندي الكورسز او الورك شوبس دي. الموديل ده بقى او النوع ده بقى خلاص في اماكن كتير موجود دلوقتي. طب نكمل بقى، هل شوف. في اقبال جدا، شايفه في اقبال جدا جدا. اصل بصي فرق يعني بالذات في الاكل، لا انا قصدي اقبال على الدراسه. ما انا جايه لك، ما انا جايه لك في الاكل بالذات بتحسي بان الطعم هو اللي بيفرض نفسه، صح. فاما اللي جاي عايز يفتح مشروع ولاقي منتج مثلا مش قد كده ومنتج حاسس انه واو، هو لازم بيجي يقول لي لا انا عايز ادرس. فاللي عايز ينجح بيجي يبتدي صح فروم سكراتش، بيبتدي بقى من الاول خالص عشان هو عايز يعمل حاجه مختلفه. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب انا دلوقتي الشوكليت اللي قدامنا دي، انا عايز اعرف من حضرتك بقى يعني مثلا دي جواها بقى الفيلينج ايه؟ يعني حضرتك بصي قلت لنا في اختلافات، في عندك كراميل، وفي عندك راسبيري، أوكي. وفي عندك كوفي، وفي عندك كريمة البوندو اللي بنقول عليها برالين، في لا وفي بينات، بس كل ده هاند ميد، كل ده معمول احنا. الطعم بيفرق جامد جدا طبعا. اوكي انت عايزه تدوقي يا سهى الكوفي صح؟ عايزه ادوق الكوفي. جربي البينز اللي هي شكل اللوز، الشكل اللي شايفاها، معلش اللي هي شكل اللوزه دي قدام شيف ميرفت. اوكي جربي كده ان شاء الله. هي اصلا عشان سهى كوفي لافر فانا عارفه والله ان شاء الله تبقى الكوفي. هي طمنينا. ثلاث كوفي يا سهى كوفي. طيب سهى دلوقتي هنسيبها في الموز يا جماعه ونطلع يعني ممكن نطلع لفاصل وسهى دلوقتي بتتمزج دلوقتي. بصي هو حضرتك انا برضو يعني انا دقت يا جماعه، اكيد طبعا انا مش هقعد القعده دي عادي، انا قبل واحنا في الفاصل كلت وظبطت وطلعت لي حتى كوكونات كان جوز الهند، وانا اصلا قلت حضرتك ما بحبش الجوز الهند، بس هي كانت حلوه قوي يعني. طب انا حببتني ان انا اكل عادي حاجه بالجوز الهند. طب حضرتك بقى عايز اعرف يعني حلمك ايه؟ يعني نفسك تعملي اكاديمي او تبقي اول مصريه مثلا؟ انا مش عارفه بصراحه وما عملتش السيرش بتاعي. لا ان انا اعرف هل في اكاديمي في مصر لتعليم الشوكولاته. مفيش. انا نفسي بان الشوكولاته ويعني تدخل بشكل اكاديمي في المعاهد الفندقيه، في يتعمل اكاديمي زي كل الاكاديميات اللي في العالم، يبقى في اكاديمي للحلويات اللي هي الحلويات الجاتو والتورت وكده بنقول عليها الفرنش باستري والشوكولاته. طبعا ده طبعا حلم حياتي ان يبقى في مكان علمي اكاديمي كبير بقى. يعني يتقبل طلبه كتير زي أنا معهد او بالظبط. أيوة معهد. انا كاباسيتي بتاعتي لحد لازم في الكلاس او الكورس ما يزيدش عن 10، ما بقدرش اخد ازيد لان البهتة عشان تعرفي تركزي معاهم كلهم ان هم كل يشتغل بايده، صح. فده لكن انا اسمحي لي في نقطه دي بقى، انا عايزه من فضلكم اقول واتمنى ان صوتي ده يوصل للدنيا كلها في مصر، يا ريت. للمصنعين للي بيتعاملوا مع الشوكولاته، احنا في عندنا مشكله بتخلي دايما صناعه الشوكولاته او منتج الشوكولاته عندنا شويه ورا. ده نتيجة لإيه؟ إحنا عشان نصنع طبعا الشوكولاتة الجميلة دي أساسها برضو الخام. يعني الخام لازم يبقى طبيعي، لازم يبقى جيد، لازم يبقى كويس. طيب إحنا إيه بقى اللي إحنا ناقصنا؟ إن إحنا عندنا اللي بيصنع شوكولاتة أو حتى المصانع على المستوى الكبير هو بيبقى جايب لك يا إما مهندس إنتاج وجودة، ده تلاقي المصنع جايب واحد من كده وده كويس طبعا ده أكيد، يا اما مصنع تاني شغال بشيف. اوكي الشيف هو اللي يعمل الخلطات وهو اللي يعمل مش عارف ايه. انا بشوف بان دي صناعه كبيره جدا. لازم يبقى في دايره متكامله،
يعني انا كتير جدا بحكم الحمد لله لان انا دارسه في مصانع كبيره تيجي تقول لي شيف من فضلك عايزينك تيجي تعمل، احنا هنعمل قسم شوكولاته تعالي اعمل لنا من الاول خالص. انا برحب طبعا، لكن ليا شرط، لازم يكون معايا مهندس انتاج وجوده، يعني فيه ممكن مهندس اتنين مهندسين او واحد يشيل الاتنين دول. اوكي. ليه؟ لان انا بما اني درست مؤمنه بان في الصناعه الكبيره دي لازم يبقى في كل واحد يحترم المنطقه بتاعته. بالظبط. ويدي فيها، لكن هنا بقى عندنا اللي يعني يا دوب بيعمل كله بيعمل اي حاجه. كل حاجه. مش هينفع. للاسف يعني. مش هينفع. لازم نؤمن بالتخصص وباحترام علم كل واحد. اكيد انا المنطقه بتاعت المهندس مهما درست فيها ومهما بقيت شاطره فيها مش هحل مش محله. مش هطلب زيه. ايوه طبعا. مش ممكن. كل واحد ليه الحته بتاعته. والعكس صحيح. دي فدي بتبقى نقطه مهمه جدا، ان لازم نفهم ان احنا نشتغل جروب يونت كده واحده. مش اللي يلاقي الواحده ياخدها وخلاص. طب انا عايزه حضرتك تقول لنا تيبس وتريكس كده عن الشوكولاته، حاجات الناس ما تعرفهاش. الناس كتير ما بتعرفش ان هي اصلا اصلها نبات كاكاو وبتعدي بمراحل كتير عشان توصل للطعم الحلو ده. حلو. مثلا في معلومات ايه تاني مثلا غريبه عن الشوكولاته؟ هقول لك على معلومات تخص اللي اي حد هيشتري. كويس. انا ساعات ناس بتبعت تقول لي ايه مصانع، تقول لي شايف احنا انتجنا ده ايمي، يعني حطي التقييمات بتاعتك على المنتج. حد قال لي دي شوكولاته طبيعي. طبيعي لان انا عارفه عشان ينتج طبيعي دي صعبه قوي. طبيعي 100%. انا فتحت الكيس، انا ما لمستهاش والله، فتحت الكيس قلت لا دي شوكولاته مش طبيعي. ليه بقى؟ ليه؟ الطبيعي شوفي انتم قاعدين قلتي لي ايه؟ ريحتها جايه فطيرة. على فكره الريحه دي جايه من زبده الكاكاو مش من الكاكاو. فيها لمعه كده، انا حاسه ان انا قدامي جولري مش صح. مش شوكليت. زبده الكاكاو الطبيعي بتديكي اروما، هي تحسي انك ايه الشوكولاته خلاص في ذوقك. ايوه هي في بقي خلاص. بالظبط. انا الشوكولاته اللي هي مش مظبوطه او بالدهون المهدرجه دي تفتحيها بتشمي ريحه ده اللي هي دهون تحسي شمعيه شويه. مش طبيعيه. بالظبط. بالظبط. فده اول اختبار ليكم. بعد كده بتدوقيها بقى، لو لقيتيها ناعمه وحلوه زي ما استمتعتي بيها كده ده التست التاني خلاص. أوكي. انا ما مريت على المرحله الحلوه. الاخر بقى الاند افتر تيست. افتر تيست تحسي طعم كاكاو. انا حاسه طعم كاكاو من غير السكر. بالظبط كده. وكمان حاجه مش مدهننا بنقول عليها الواكسي دي. لا مش واكسي، هي شوكولاته ادتك طعم الافتر تيست كاكاو بس من غير سكر. هو ده بقى للناس اللي كمان ما بتحبش السكريات وما بتاكلش حلويات وكده، فتقدر تاكل من الشوكليت الطبيعيه لان هي في الاخر ما بتسيبش افتر تيست. ان انت حاسه ان انت عايز تشربي ميه مكان السكر الكتير. لا انت حاسه بس ان انت في بقك طعم الكاكاو. كاكاو بالمشروب بتاع زمان اللي هو من غير سكر، غير البراندات اللي بتطلع للاطفال بعد كده. لا الكاكاو القديم بتاع زمان. وبتبقى اخف لان الدهون بتاعتها مش مهدرجه. طب انا بقى من الحته دي عايزه اسال حضرتك سؤال. طبعا المواد اللي بتستخدميها اكيد بتبقى في صعوبه ان انت بتتوفر عندك ازاي. لان انت بتستعملي حاجات برضه بتبقى اغلى من العادي طبعًا. غير المصانع والحاجات اللي هي معلش سوري في الكلمه شغل اقلب ويعمل شوكولاته وصنع وخلاص. لا انت بتستعملي حاجات بريميوم. صح. مختلفه. مظبوط. فانت بتجيبي المواد بتاعتك منين؟ بصي هي في شركات كبيره عالميه بتجيلك من كل حته، يعني هي اصلا الزراعه بتاعتها بتبقى في افريقيا وفي امريكا الوسطى ومؤخرا بقت في اسيا. دي المواد الخام. في بقى شركات اوروبا بما انها ابتدت زي ما قلنا في تصنيع الشوكولاته من زمان بتاخد بقى الرو ده وهي تظبطه وتعمله بقى بودره كاكاو وعجينه كاكاو وزبده كاكاو او ممكن شوكولاته بصب كده. واحنا بقى عايزين نستورد البودره، نستورد عجينه الكاكاو وزبده الكاكاو كده يعني. يعني حضرتك بتستوردي كل المواد دي من بره وحضرتك بقى بتبتدي تشتغلي عليها. طبعا.
حضرتك اتعاونتي كمان مع مؤسسات كبيرة في الدولة زي المجلس القومي للمرأة واديتيهم كورسات، كلمينا بقى عن الموضوع. هي دي الحقيقة، دي تجربة أنا من التجارب اللي أنا ببقى سعيدة بيها جدا. أيوة. وأنا تعملت كمان مع اليو إن. كان بيبقى من خلال مشاريع كانت زي دعم للمرأة. يعني أنا دلوقتي أنا جاية لكم على فكرة من المجلس القومي للمرأة. كان في حملة بتبقى اللي هي أظن عيش حياة سعيدة أو عيش حياة كريمة، دي بتبقى كانت زي مبادرة بيسافروا بقى كمان، ده احنا شوكولاتة وصلت القرى. يعني شوفوا مبادرة حياة كريمة. حياة كريمة. أيوة طبعا. فدي بنجيب من القرى وبنعلمهم التصنيع، ازاي يعملوا الشوكولاته وازاي يعملوا التمر. وهتفتح باب رزق حضرتك لناس كتيره قوي وعماله وموظفين جداً ويعني جداً. وفي نفس الوقت هي حاجه جميله وصناعه مهمه راقية. يعني راقية. جدا جدا فعلا فعلا. هو اللي جميل بقى ان انت بتلاقيهم هم جايين لك بساط وجمال جدا، فبتبقى مش اما تيجي بقى تكلميها عن الشوكولاته هي مش متخيله، يعني هي فاكره ان انا في حته وهي في حته. ايوه. اما بنيجي بقى نطبق وتبص تلاقي ان طالع معاها نفس المنتج ده بيبقوا فرحانين طبعاً. جدا جدا. ده الواحد لما بيعمل كيك في البيت بيبقى مبسوط، ما بالك بقى البروسيس الحلوه دي كلها الغنيه بالظبط. لا ساعات بقى يترجموا لك بزغاريت وبتاع إيه الله. جو الجنة. انا حاسه ان لينا عايزه تدوق. عايزه تدوقي ايه لينا؟ بدي ادوق. انا عايزه ادوق الكوفي اللي انت دقتيها. اوكي. عشان انا اصلا دي كانت تقريبا ايوه دي تقريبا اتمنى هي اوكي. لينا هتسكت شويه بقى وتروح كده معانا شويه. تحفه. طب الحمد طيب لله. طيب عايزه اعرف دلوقتي كمان في مثلا ماركات عالميه وتكون غاليه جدا، وطبعا احنا كلنا عارفينها علامه الورده الخضراء كيسها اخضر كده، الماركه دي مفروض ان هي بتقدم نفس نوع الشوكولاته دي. بس برضو بتلجا للحته اللي هي بتاعت الشوكولاته اللي على الرف اللي هي بتقعد بالسنه والاثنين. طب هم دول انتوا ماركه غاليه جدا، المفروض ان انتوا بتقدموا افخم انواع الشوكولاته. وانت رايحه اي مناسبه على طول بنقوم متجهين للمحل ده علشان ناخد منه الشوكولات. ازاي عندهم الشوكولات بتبقى الشوكولات الملفوفه اللي محطوطه على الرف اللي بتقعد بالسنه؟ احنا اتفقنا بان لو انت حابه تطولي عمر يعني ده بقى الدراسه بقى هنا في ان ايه، لو انت حابه تطولي عمر المنتج بتاعك، اولا عمر الشوكولاته بيبقى من عمر الحشوه بتاعتك. لو حطيتي حشوه عمرها قصير الشوكولاته كلها بقى عمرها قصير، حطيتي حشوه عمرها طويل بيبقى عمرها طويل. اللي بيطول عمر الحشوه او بيأثرها هي نسبة المية اللي فيها، بنقول عليها الووتر اكتيفيتي او النشاط المائي. فهم بالتالي ما بيدخلوش اي لكريمات، لكريم فريش بقى ولا فواكه ولا بتاع، بيستخدموا كلها دهون. لو هي شركة كبيرة وعالمية وحلوة الدهون اللي هتحطها لك هتحط لك دهون طبيعية اللي هي زبدة الكاكاو، فعشان كده ممكن تلاقي شركة بتديكي حاجة عمرها طويل بس طعمها حلو. لو هي حطت لك الدهون او الزبده زبده طبيعي. لو هي عايزه كل ما يعني كل ما بتنزلي بمستوى كل ما بننزل بمستوى زبده الكاكاو بالظبط الدهون عموما بالظبط. حضرتك والله اسعدتينا ونورتينا، يعني اكتر حاجه بتسعد كل الناس كبير صغير بقى، دي مش بيختلف عليها حتى الطبقات كلها، كل الناس بتحب الشوكولاته وحتى هي وسيله للفرحه لما نكون رايحين لحد جاب بيبي بنديه شوكولاته، حد خطب، حد اتجوز، هي سعاده الشوكولاته سعاده. صح. انا بشكر حضرتك جدا ونورتينا في عيش سعيد. نورتينا شكرا لحضرتك. واحنا طبعا لسه هنجرب تاني وهندوق تاني مع بعض. يسعدني. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بحلقتنا النهارده ودايما كده معانا وفرحانين ومبسوطين وتعيشوا في حاله من السعاده. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. باي باي. باي باي.